FM. الكلمة ليك. لك علاش انا جبيلي وقت اللي سلمي قلت له احنا بيدنا نحبه نعرفوا البصمة نتاع الحرائق شكون اللي راه داخلية خارجية سياسيين لوبيات فساد لي فيرسيون برشا راه برشا برشا تو في الجزائر يحكوا على لوبيات الفحم. باهي ما تنساش حاجة اغلب الغابات اللي ضربت مثلا في جندوبة هي نتاع الزقوكو. فما زاد انا لهنا نولي نحكي على لوبيات توريد المواد الفلاحية من الخارج. احنا ما نتهموا حتى حد، احنا نتمنوا ان التحقيق يقوم بواجب. لكن انا عندي طلب باحترامي لمحكمة جندوبة والقضاء في جندوبة، راوا ان الموضوع كبير برشا ومادام هي انتشرت على عديد المناطق نتمنى انه يمشي للقطب القضائي للارهاب يتبنى الموضوع، خاطر هذا ارهاب هيش بسيط، وياخذ الموضوع كيف ما حقق في الارهاب. صحيح باش تزيد ملفات جديده، صحيح برشا حوايج، لكن تنجم حد الان يقول لك فمش شبهه ارهاب انت في لا 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 انا في العمليه وطالب بمعاقبه كل من يثبت انه عنده ايد في الموضوع انه يتعاقب قانون الارهاب. قانون الارهاب فهمت. باهي كابافان الكلمه ليك.